كل اللي حصل وكل اللي اتبنى عليه ده ممكن يتهد النهارده او بقرار امبارح انه قال لي ديانج يدخل في راحه وكمان سافر بلده. هو الحقيقه يستحق الراحه طبعا لانه من اكثر اللاعبين ارهاقا يعني، لكن شايف انه القرار ده كان في وقته ومدى تاثير غياب ديانج عن وسط النادي الاهلي، خصوصا انه الفردتين التانيين عمرو السوليه وحمدي فتحي مش موجودين بالظبط. نعم. ديانج واحد من اهم الاعمده اللي الاهلي بيعتمد عليها دفاعيا في حاجتين، الضغط العالي، لان ديانج من ابرز اللعيبه اللي بتضغط في منتصف الملعب او في الثلث الهجومي للاهلي لاعاده الاستحواذ او الحيازه. نعم. على الكره، وكمان في المطارده والتغطيه ان هو بيرجع يجيب الكره في حاله كسر خطوط الضغط الاماميه. ديانج لو شفنا الارقام بتاعته، لان ديانج كمان مؤثر جدا هجوميا، ده صحيح. يعني ديانج في اخر 3 مباريات اللي هم غاب فيهم اللعيبه الاساسيين لعب 256 دقيقه، مرر 154 تمريره منهم 148 تمريره صحيحه، نسبه خطأ بسيطة جدا، صنع 4 فرص محققة وسدد 3 مرات على المرمى منهم واحدة بين القائمين والعارضة، عمل 5 مراوغات بالنسبة للاعب وسط مدافع رقم 6، استعاد الكرة 25 مرة، فاز بالكرة 40 مرة، أفسد 26 هجمة. الإفساد الهجمات ده بقطع الكرات. نعم. والضغط العالي وكل الكلام ده كله، فبالتالي الأرقام دي كلها بالنسبة لأليو ديانج مهمة جدا، خاصة حضرتك ذكرت نقطة مهمة جدا، هو مين البديل؟ يعني كان مقبول جدا إن ديانج ممكن يريح لو حمدي أو السولية موجودين. نعم. النهاردة مفيش حد بديل، كلهم مجموعة خط الوسط لعيبة شباب، أحمد عبد النبي، محمد محمود بيلعب 8 أكتر منه 6، فخري بيلعب 8 أكتر منه 6، فبالتالي هيبقى فيها مشكلة كبيرة جدا، خاصة إن نجيب لما استعرض الأرقام هي أرقام منظومة مش أرقام أفراد. نعم. يعني القصة مش في جودة الثلاثة اللي ورا بس، هي منظومة الأهلي الدفاعية من رأس الحربة بالظبط، منظومة. نعم. الأهلي الدفاعية، فلما تشيل عمود مهم جدا، أنا بشوف إن قرار إراحة أليو ديانج هو زي ما حضرتك قلت مطلوب، بس توقيته كان صعب شوية، كان صعب توقيته كان صعب شوية بالنسبة لأليو ديانج.